التاريخ 16 من مايو سنة 2003، المكان وسط الدار البيضاء. هنا وفي هذه اللحظة هز الإرهاب لأول مرة المغرب. ليلة دامية عاشتها العاصمة الاقتصادية، راح ضحيتها 45 شخصا. الحادث أخرج المغرب من خانة الاستثناء الأمني بعدما استهدفه الإرهاب بعمليات تفجيرية. شباب تبنوا الفكر المتطرف، حولوا أنفسهم إلى أحزمة ناسفة نشرت الرعب في نفوس المغاربة. ذكرى أليمة ما زال وقعها يلاحق العديد ممن فقدوا ذويهم في هذا الحادث الإرهابي. سعاد البكدوري الخمال واحدة من الذين تأثروا مباشرة بأحداث 16 من مايو، فقدت ابنها وزوجها في الحادث. رغم مرور كل هذه السنوات لا يلبث جرحها ينفتح مع كل تفجير في بقعة من بقاع العالم. أنا بصفتي ضحية ديال الإرهاب ديال 16 مايو 2003، فأنا ضحية مضاعفة لأن فقدت الزوج والابن، و كل ما كتوقع حدث إرهابي في العالم إلا وكنعيشو وكأن 16 مايو عاد وقع. من الزاوية ديال أسر الضحايا، لأن علاش كنعيش في كل حدث هذاك الإحساس، وأن الكل كيهتم في وقت الحادث بمن يقوم بالعمل الإرهابي، حتى حد إلا القليل اللي كيهتموا بالجانب ديال الضحايا ولاد أسر الضحايا، لأن في هذه المعادلة كاين هذا الجانب اللي تقريبا يسكت عنه ولا كيكون في حينه. يعني انضافت واحد العدد ديال الضحايا بدون المواكبة، بدون معرفة ماذا تعيش يعني الأسر ديال الضحايا، كيف تعيش، كيف تقبلت الخبر إلى آخره. فكنوضع نفسي دائما في الموقع ديال هذيك الأسرة اللي غتلقى الخبر ولا اللي غتعيشو، كيفاش غتعيشو، شنو هي المعاناة ديالها، ما بعد الحادث، يعني عدة أمور تطرح ولا يتم الاهتمام بها. حالة من الفوضى عمت مختلف الأقطار العربية نتيجة ما سمي بالربيع العربي، قبل أن يتحول هذا الربيع إلى خريف دام. مهد الطريق لعدد من التنظيمات الإرهابية للاستوطان فيها، آخرها ما يسمى تنظيم الدولة المتطرف. تعد سوريا والعراق أهم معقلين للتنظيم المتشدد، قبل أن يتمدد في بؤر توتر أخرى على غرار ليبيا. انطلقت شرارة تشكيل داعش في العراق عام 2004، إذ يعد امتداداً لتنظيم القاعدة. اختير أبو بكر البغدادي أميراً لها خلفاً لأبي عمر البغدادي الذي قتل إثر غارة جوية أمريكية. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. زعيم داعش أبو بكر البغدادي، اسمه الحقيقي إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري، ولد عام 1971 في مدينة سمراء العراقية. شكلت لحظة توليه زمام تنظيم الدولة بداية انتشار وتقوي التنظيم الذي حصل على أسلحة متطورة مكنته من خوض معارك ضارية في سوريا والعراق. موازاة مع هذا التطور في الأسلحة والعتاد العسكري، تمكن داعش من استقطاب عدد من المقاتلين من مختلف دول العالم، أجانب وعرب من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، بمن فيهم نساء وقاصرون تم غسل أدمغتهم بوعود مزعومة من أجل الانضمام لصفوف المقاتلين داخل التنظيم المتطرف. المغرب ليس استثناءً، إذ التحق عدد كبير من الشباب المغربي بداعش في سوريا. الحركة الإسلامية في العراق والشام بقي بإذن الله عز وجل. الله أكبر. وشارك تحسين
كيحسب الله يا راجل بالك اللهم بارك. الخلص هذا هذا ابو عيسى برودر برودر ايك هاف ميك سنودك هذا هذا بيت بيت شفنا هذا هذا ابو قداد ابو قداد راك دير لنا الفطور هذا شغل الدكه ديال الليل هؤلاء الشباب شكلوا تكتلات خاصة بهم داخل التنظيم كما تظهر العديد من الصور الواردة من هناك كما أن المغاربة يعدون الأكثر شرسة في صفوف القتال داخل داعش إذ احتلوا الرتبة الثانية ضمن الجنسيات التي تنفذ عمليات انتحارية داخل التنظيم المتطرف حسب عدة تقارير دولية الله خاطر المخاب شايفهم طلع الكاميرا لا 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 هاي 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 السادس عشر من ماي دق ناقوس الفكر المتشدد الذي بدأ ينتشر في العديد من الأوساط المغربية أماراته التي لاحت في الأفق اعتناق بعض الشباب المغربي لهذا الفكر والانضمام لتنظيمات إرهابية على غرار داعش التي تنشط في العديد من بؤر التوتر في المنطقة العربية شباب في مقتبل العمر وأطفال قاصرون غرر بهم فحملوا أنفسهم صوب مواقع التنظيم بحثاً عن الجنة الموعودة منهم من لا يزال يقاتل في صفوف تنظيم الدولة ومنهم من اصطدم بواقع مرير خالف توقعاتها وقرر العودة إلى أرض الوطن أسامة الشعرة الملقب بالطفل الكلاشينكوف واحد من هؤلاء حملته الأقدار ذات يوم للالتحاق بداعش في سوريا لكن ليس بغرض القتال يقول أسامة سافر رفقة والده المسجون حالياً في المغرب لانتشال أخيه من معاقل التنظيم بعدما التحق هو الآخر بداعش صورة أسامة وهو يحمل الكلاشينكوف خلفت ضجة في منابر الإعلام العالمي إذ لقب حينها بأصغر مقاتل في التنظيم بصعوبة أقنعنا أسامة بالحديث معنا فصفحة هذه التجربة قد طويت بالنسبة لها لا يريد أن يعود لفتحها مجدداً صراحة ما نقراش نجاوبك الحجة هاتني فكرة ما شفتوش مشات وصفلي يعني كل واحد العقلية ديالو يعني كل واحد كيفاش مشاو على من مشاو هذيك فهمتي كاين غير توكي انا ها يعني انا كنهضر على راسي كشخص تيش انا ظروف خاصة مشيت ظروف خاصة اخ ديالي مشات تبعو الاب ديالي باش يجيبوه فهمتي عاد مشيت انا يعني الظروف ماشي يعني بغيت نمشي وصافي بصفة نهائية فهمتي قرر أسامة ان يدير ظهره للماضي وان يواصل حياته كأي طفل عادي غير آبه بتجربة تتجاوز سنها تقسيم ديك الجمعة عرفتش شنو نجاوبك عليهم نسيتو بس بحال إلا مثلا كان شي محضر مكتوب وقطعته محيته بصفة نهائية وجبت صحة جديدة فهمت لأسامة أحلام يقاتل من أجلها اليوم هدفه أن يخلق لنفسه اسما يلمع نجمه في عالم كرة القدم ان شاء الله كنعيش عادي كأي طفل ويعني لحد الان باقي ما عندي والو ولكن ان شاء الله كيقولوا انهم اتوني استفاده في السوق ديال بني مكاده الحي اتوني يعني استفاده محل تجاري الملابس فهمت وهذا كنقول هو هذاك المستقبل ديالي يعني رياضه وفي نفس الوقت مشروع تجاره يعني ما كانش نكون شي لاعب اللي ما كاينش انا ونكون ديك اللاعب انتشل اسامه من عالم التطرف لكن الحظ قد لا يحالف العديد من أقرانه القاصرين هؤلاء قد يتشبثون بحلم واهن دون أن يجدوا حاجزاً يحول بينهم وبين الفكر المتطرف الذي يسهل غرسه في أوساط هذه الفئة الهشة مجموعة ديال الجمعيات ولا مجموعة ديال الشباب اللي كان ممكن أنهم ينحرفوا في المجال ديال بني مكادة وبرشيفة استطعنا بفعل أنشطة بسيطة أننا نحتويهم لا من ناحية ديال أنهم يتجهون المخدرات ولا من ناحية أنهم يتجهون الهجرة السرية فيما مضى لأنها قلت حاليا ولا في مدى في المشكلة العويصة ولا اللي كيواجه الخطر المغرب ولا العالم اللي هو المشكلة ديال التطرف لأن الإنسان المسألة ديال الفراغ مسألة مهمة في التوجيه ديال الشاب ولا واحد الطفل اللي هو مازال ما عندوش واحد أنباجاج مازال ما عندوش واحد مجموعة ديال الأرضية اللي هي قوية يوقف عليها
الجمعيات الدور ديالها هو هذا، هو أنها تتفاهم الشاب بطريق صحيح بطرق صحيحة. أسامة ليس سوى واحد من الشباب المغربي الذين التحقوا بسوريا، إذ يوجد العديد من الشباب ما زال يقاتل في صفوف داعش. تشير آخر الأرقام إلى أن أكثر من 1600 مغربي انضموا لصفوف ما يسمى بتنظيم الدولة، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثالثة في تصنيف الدول المصدرة للمتشددين نحو داعش. غالبية هؤلاء شباب في مقتبل العمر، من ضمنهم قاصرون تشبعوا بفكر التطرف. في هذه المرحلة العمرية على الخصوص تسهل عملية استمالتهم وحشوهم بأفكار مغلوطة لا يدركون خطورتها إلا بعد اصطدامهم بالواقع الحقيقي. أنا ما اهتديت إليه داخل السجن، قد كنت مهتديا إليه بعد أن جاوزت 30 من عمري. اهتديت إلى أن التطرف غالبا ما يسحب مرحلة عمرية معينة ينتهي بما بعد 30. ما بعد 30 تنضج الفكرة، ينضج الشخص، فتتحول أفكاره، وحينئذ يبدأ في التفكير في السير على الصراط المستقيم، لأنه يكون قد نضج كما قلت، وقد استوت عقليته واستوى فكره. نحن داخل السجن وقبل السجن، ولكن داخل السجن صرنا نفكر بطريقة مختلفة، أيقنا أن مصادمة الواقع ومصادمة المجتمع والإيمان بأفكار قد تعرضك للمصاعب أكثر من خدمتك، أن الأصلح لذلك هو لا هو القطع معها بشكل حاسم، هو التفكير في الغد، التفكير في المستقبل. تبني فكر التطرف من بعض الشباب المغربي يحيلنا إلى الحديث عن البيئة التي ساهمت في بروز هذا النوع من الفكر في المغرب. فهل الأمر يتعلق بخطاب دخيل على المجتمع ومستورد من دول أخرى، أم أن للأمر صلة بتراكم هذه الأفكار المتشددة منذ سنوات خلت؟ كان الإرهاب متصل أساساً بفصيل أو تيار ما كان يسمى بالسلفية الجهادية، اللي كانت كتنشط منذ أواخر تقريباً منتصف التسعينات، وعلى الخصوص من أواخر التسعينات إلى حدود عملية الدار البيضاء في سنة 2003، كانت كتشتغل في المغرب بشكل علني وكانت منتشرة خصوصاً في العشوائيات وفي الهواميش وفي الأحياء الشعبية. تم محاصرته كما قلت في 2003 وبدأ كيتقزم أو بدأ كيتقلص. أسئلة أخرى تفرض نفسها بإلحاح، ما أسباب انتشار الفكر المتشدد لدى بعض الشباب المغربي؟ ما الدوافع التي تحول أجساد هذه الفئة إلى أحزمة ناسفة تنشر الموت؟ هل الأمر يتعلق بالجانب الاقتصادي فقط؟ أم أن الأمر يتعداه لما هو فكري وعقائدي؟ هي أسباب متعددة، فيها البعد الاجتماعي حاضر بقوة، فيها البعد العقائدي حاضر كذلك، فيها سوء ديال الفهم ديال الدين الإسلامي كذلك بشكل كبير جدا، وفيها واحد القدر كبير ديال ذلك الانقياد الغير مسؤول أو الغير يمكن نقوله على أنه الغير مراقب، وهذا كيجي نتيجة يمكن نقول بشكل عام أن السبب الرئيسي وراء هذا الذهاب إلى داعش أو الذهاب إلى الجحيم كما ممكن نسموه، هو السبب يعني ديال الإقصاء العام، الإقصاء والتهميش العام من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من الشباب إلى هذه البؤر اللي هي بؤر قاتلة بشكل أكيد. قد يكون الوضع الاقتصادي هو الدافع الأساسي للتشدد، إذ يبحث هؤلاء الشباب على تحسين وضعهم الاجتماعي، لكن في المقابل كيف يمكن تفسير انضمام بعض الفئات التي تتوفر على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي للتنظيمات المتطرفة، وقد يتعلق الأمر بعائلات بأكملها؟ هل هنالك أسباب أخرى خفية؟ للأسف الشديد أن الفكرة ليست كذلك، لأن ليس الإحباط دائما هو وراء، ليس الفشل دائما هو من وراء ذلك. فلماذا؟ لأننا نعرف بأن هناك ناس الذين كانت لهم وضعية حسنة، مستقرين اجتماعيا، متزوجين، لهم أبناء، لهم مداخل، لهم وضعية، ولكن جاءت هذه الفكرة، لأن عندما ظهرت ما تسمى الدولة الإسلامية
في يعني داعش في العراق والشام أنها تتوافق أو مبادئها رأى بأنها تتوافق مع قناعاته، فلذلك هو خرج من هذا من مجتمعه، ذهب إلى هناك لكي يدافع عن هذه المبادئ التي يقتنع بها والتي يرى بأن هذه الدولة تدافع أو وستحقق له هذه القناعات. قناعات تجد مبررها في الجانب العقائدي، الوتر الذي يلعب عليه المتشددون استناداً على تفسيرات معينة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية. عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص، واحد من أبرز وجوه السلفية في المغرب في الماضي قبل عزوله عن الفكر المتشدد، يرى في الجانب العقائدي الدافع الأبرز للتشدد. في نظري أن الدوافع الفكرية هي أكبر محرض وأكبر دافع وأكبر مغري لهؤلاء الشباب للالتحاق بمثل هذه البؤر، ذلك لأن الدافع الفكري هو يغري بما يمكن أن أسميه بمنطق الخلاص. هذا الشاب يبحث في هذه الدنيا عن الخلاص الأخروي. ما ورد في كتب التراث الإسلامي من الحديث عن القتال، عن الجهاد، عن تقسيم الديار إلى دار السلم ودار حرب، ما ورد فيها من أحكام المخالف من غير المسلم ووجوب قتاله ووجوب محاربته، وما يرافق ذلك من إغراءات الجنة، الحور العين، مغفرة الذنوب. أمام تنامي خطر الإرهاب الذي يتهدد العالم، خطر لم يسلم منه المغرب أيضا حينما استهدفه بشكل مباشر في 16 من ماي 2003، ما دفعه إلى تبني مقاربة أمنية تركز على العمليات الاستباقية لقطع الطريق أمام أي محاولة تهدد استقرار البلاد. المقاربة الأمنية للمغرب تجسدت في تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. مواجهة الإرهاب وكل التهديدات التي تمس أمن الدولة، الوظيفة التي خلق من أجلها هذا المكتب، تمكن هذا الجهاز منذ انطلاقته من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي استهدفت العديد من المدن المغربية. غداة أحداث 16 ماي مدينة الدار البيضاء والتي خلفت عدة خسائر في الأرواح، وكانت سببا في تغيير استراتيجية المملكة المغربية. بالتالي فكيف ما جاء في الخطاب ديال صاحب الجلالة على أن هذه الاستراتيجية ستكون متعددة الأبعاد، هناك البعد الأمني والبعد الديني وكذلك البعد التنموي. الاستراتيجية بصفة عامة ديال المملكة المغربية في مواجهة هذا الخطر الإرهابي فهي استراتيجية استباقية، يعني تنبني على استباق الأحداث، استباق القيام بالعمليات، وبالتالي تفكيك الخلايا الإرهابية. رغم حداثة المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي تأسس سنة 2015، إلا أنه تمكن وفي وقت وجيز من تفكيك عدد كبير من الخلايا المتطرفة التي كانت تعتزم القيام بعمليات انتحارية داخل التراب الوطني، وخلايا كانت تنشط في استقطاب المقاتلين لصالح ما يسمى بتنظيم الدولة. بلغ عدد الخلايا الإرهابية المفككة من طرف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية إلى حدود إنجاز هذا التحقيق 41 خلية إرهابية. المتهمون يتم التحقيق معهم هنا داخل المكتب قبل إحالتهم على النيابة العامة للبث في التهم الموجهة إليهم. المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفي هذه المدة الوجيزة اللي تم فيها الإحداث ديالو قام بتفكيك في إطار دائما الضربات الاستباقية في الاستراتيجية ديالو، قام بتفكيك واحد المجموعة ديال الخلايا الإرهابية التي كانت تنشط في المملكة والتي لها علاقة سواء بالجماعات الإرهابية التي تنشط في بؤر التوتر، يعني العراق، سوريا ومؤخرا ليبيا. وبالتالي كانت الحصيلة هي تقريبا في هذا الظرف السنتين 41 خلية لحد الساعة اللي تم التفكيك ديالها
كما تم تقديم واحد المجموعه في هذه الخلايا اللي كانت في يعني امبليكي في هذه الخلايا تقريبا واحد 550 او ما نيف. بالنسبه للخلايا الارهابيه والنوعيه ديال الخلايا الارهابيه اللي تم تفكيكها في المكتب المركزي للابحاث القضائيه فهناك نوعين. هناك النوع الذي له علاقه بمشاريع ارهابيه كانت ستنفذ داخل المملكه، يعني تم فيها الإحباط ديال هذيك المشاريع والتدخل في الوقت المناسب. وهناك نوع آخر من الخلايا وهي الخلايا التي تقوم باستقطاب مقاتلين يتبنون الفكر الجهادي لصالح المنظمات الإرهابية كداعش وكالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. للمقاربة الأمنية أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب، لكن هل هذه المقاربة كافية لوحدها للحد من خطر التشدد؟ أم أن الأمر يستدعي تبني مقاربات أخرى ذات أبعاد اجتماعية ودينية وتربوية بعيدة المدى لاجتثاث الفكر المتطرف أو الحد من انتشاره؟ على أهمية هذه المقاربة الأمنية والتي هي ضرورية ولا بد منها لحماية المواطنين وحماية أمنهم، ولا بد من تثمينها ولا بد من شكر القائمين عليها، ولكن للأسف الشديد المقاربة الأمنية غير كافية بتاتا وغير كافية إطلاقا، لأننا إلى متى سنستمر في اكتشاف الخلايا وضبط الخلايا؟ نحن إذا كنا نريد اجتثاث المشكل من أصله فلا بد من أن تتعدد المقاربات. إلى جانب المقاربة الأمنية لا بد وضروري وحتما من مقاربة فكرية تعتني بخلع الجذور الفكرية التي تنتج الإرهاب. بالموازاة مع القضاء ومع هذه الأجهزة الأمنية والقضائية لا نستطيع أن ننكر دورها وأهميتها، إلا أننا نسجل أن الاكتفاء بهذه المقاربة فيه كثير من الخطأ. ينبغي أن يفتح أن تكون هناك قنوات من الحوار، التربية، وسائل الإدماج، أن ندخل في هذه المسائل السوسيولوجيين، علماء النفس، أطباء، خبراء في التوجيه التربوي وغيره. الخطاب المعمم يشير إلى أن التحاق الشباب والقاصرين بتنظيمات متطرفة يستدعي مقاربة شمولية تشمل البعد الأمني والاجتماعي والديني، فضلاً عن الجانب التربوي الذي تشكل المدرسة إحدى لبناته الأساسية. من هنا تتعالى الأصوات لإعادة النظر في الدور الذي تلعبه المدرسة اليوم، وإعادة الاعتبار لدور الشباب التي تم تهميشها تماماً في المغرب، بعدما كانت تشكل إلى وقت قريب منبراً لممارسة مختلف الأنشطة الفنية والثقافية. لم تعد تقوم المدرسة بدورها التربوي، تقوم غير فقط بالدور التلقيني التعليمي، حشو التلميذ بمجموعة من الدروس دون أن تواكبه من الناحية التربوية، دون أن تقام أنشطة موازية للتثقيف، يعني لملء الفراغ بالنسبة للطفل. ما زال هناك عمل جبار تقوم بالمملكة المغربية من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية ديال المواطن المغربي. هذا لا ينفي على أنه حتى المجتمع المدني يقوم بدور من أجل تأطير ومساعدة الأشخاص اللي عندهم خصائص. نحن نعرف أن عادة الدول الكبرى والدول التي تنتج السلاح دائما لها مصالح في تغذية الصراعات ووجود هذه الصراعات، وقد رأينا سواء في تجربة أفغانستان سابقا أو في تجربة سوريا اليوم أن هناك جهات دولية كثيرة شجعت كثيرا من الشباب على الذهاب إلى هذه البؤر. كيف في نظرك يستطيع أكثر من 30,000 أو 40,000 شاب أن ينتقلوا بكل سهولة وبدون أي احترازات أمنية من بلدانهم إلى هذه البؤر، وأن يدخلوا بكل أمن وأمان، وأن ييسر لهم إقامة الدولة، وأن تستمر هذه الدولة كل هذا الوقت، وأن يعقد تحالف عسكري يجمع أكثر من 40 دولة ولا يستطيع القضاء على 30,000 أو 40,000 شخص؟ أكيد أن هناك جهات دولية ومصالح وصراعات إقليمية تتحكم فيها أنظمة وتتحكم فيها دول هي التي تغذي مثل هذا الصراع.
من ييسر إذن لهؤلاء الشباب الالتحاق بتنظيمات متطرفة؟ وأية مصلحة تكمن في تحويل هذه الفئة من المجتمع لقنابل موقودة تنشر الموت؟ تتعدد وتختلف الإجابات ربما، لكن الأكيد أن كل دول العالم اليوم لم تسلم من شبح الإرهاب الذي يترصدها، بما فيها تلك التي ظلت بعيدة عن بؤر التوتر جغرافياً على الأقل.